الحمد لله الذي لا تغيض ينابيع فضله ولا تضطرب موازين عدله، له غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، وما الله بغافل عما تعملون. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وترك الناس أمام الحجة البينة ودين الله القويم. فصلوات الله وسلامه وتحياته وبركاته على هذا النبي وعلى آله، رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة رسول الله، وعن التابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم بفضلك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد، فيا أيها المسلمون والمسلمات، حديثنا اليوم عن المتجر الرابح في رمضان، عن متجر التقوى، عن سوق التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا المتجر وذلك السوق الرابح الذي يجمع كل المكاسب الدينية التي عليها مدار العبادة، سوق التقوى يجمع لك في سلته كل المكاسب الدينية التي تدور عليها العبادة وإليها يسعى كل عبد صالح. وفي هذه المكاسب قال العلماء مدار العبادة على ثلاثة أصول: الأول التوفيق والتأييد، بمعنى أن ترزق من الله تعالى توفيقاً وهداية لعمل الخير. وأن يكون ذلك بتأييد من الله تعالى لك وعون، لأن العبد بغير حول الله وقوته لا يستطيع فعل شيء. فأول شيء أن تكون موفقاً مؤيداً من الله، وذلك التوفيق إنما يكون للمتقين. قال الله تعالى: واعلموا أن الله مع المتقين. فبالمعية الإلهية يكون التوفيق إلى الصالحات، وتكون العاقبة المرضية. ما دام الله معك فأنت موفق للخير، وهذا دليل يمكن أن تستدل به على مكانك من الله. إن كنت في طريق الخير فبالمعية الإلهية أنت معان ومؤيد،
وإن كان غير ذلك فاعلم أنك بعيد من الله. الثاني، المدار الثاني للعبادة إصلاح العمل واتقاء التقصير، معناه أن يأتي المرء بعبادة كاملة تامة لا نقص فيها ولا تقصير فيها. وهذا أيضاً إنما يكون للمتقين، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم. والمعنى: راقبوا الله تعالى في حفظ ألسنتكم وتسديد قولكم يصلح أعمالكم. يصلح أعمالكم بمعنى أن يأتي العبد بعمله كاملاً، يأتي بعمله على الوجه الأكمل غير منقوص. والثالث هو غاية كل عبد مؤمن: قبول العمل، أن يكون العمل متقبلاً، وهو حسن خاتمة العمل. أن تعمل عملاً قليلاً أو كثيراً فترجو أن يكون مقبولاً عند الله. وهذا أيضاً للمتقين، قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. فمن اتقى الله تعالى في سره وعلانيته وبذل مجهوده في أداء فرائضه واجتناب مناهيه فصلاته وسائر عمله مقبول على الإطلاق، يرفع إلى السماء ومثاب أعظم الثواب. أيها الإخوة والأخوات، هكذا هو حال من اكتسب التقوى: وفق وسدد ونال الثواب الموعود من الله تعالى على الأعمال، ونال المضاعفة، مضاعفة الثواب، فيضاعف له بعد التوفيق والتأييد والتسديد وإصلاح العمل والقبول، يضاعف الثواب. ومضاعفة الثواب الواردة في قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وكذلك قول الله تعالى: والله يضاعف لمن يشاء. فإن المضاعفات المذكورة في القرآن إنما تكون على قدر كمال العمل، إنما تكون على قدر الكمال، والكمال كما قلنا إنما هو للمتقين، ولا يوفق للكمال إلا التقي كما سبق وبيناه. وما ذكره العلماء في المستحقين لمضاعفة الثواب هو ما نطق به القرآن. عندما تقرأ القرآن تجد قول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم وصف مولانا تبارك وتعالى أهل تقواه فوصفهم بأوصاف الكمال، بأوصاف التوفيق والتأييد، بأوصاف القبول، بكل ما ذكرناه. أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة
أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فأنت ترى في الآيات كيف وصف مولانا تبارك وتعالى التقي من عباده، وصفه كما قلنا بهذه الأوصاف بأنه موفق لما يصعب على العباد، فمن الصعب كظم الغيظ، ومن الشاق على كثير من النفوس العفو والإنفاق في السراء والضراء، وتلك الأعمال التي وصف بها المولى سبحانه وتعالى التقي كلها دالة على أنه في معية الله عز وجل. إخواني وأخواتي، وإنما كان مناط القبول والتوفيق ومضاعفة الثواب على التقوى لأنها دليل الخوف والرجاء، دليل الحب، دليل الخوف والرجاء اللذان بهما يعمل العبد كل طاعة ويجتنب كل سيئة. وبالخوف والرجاء، ما دام في قلبك خوف الله تعالى، خوف الجلال والهيبة قبل خوف العذاب، خشية أن يراك حيث نهاك وأن يفتقدك حيث أمرك، ما دام في قلبك هذا الخوف وفي قلبك رجاء بأنك ستنال منه الثواب وستكون في معيته وفي صحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، بهذا تكبر الأعمال وتعظم في عين الله عز وجل. بتلك المشاعر تكبر الأعمال في عين الله ولو كانت قليلة صغيرة في عين الناس أو في عين صاحبها، وذلك لأنه لا يقل عمل تقبله الله تعالى مهما كان صغيرا، حتى شق التمر ومثقال الحبة من الخردل. ومن وثيق عبارات أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ودقيق إشاراته في توضيح هذا المعنى ما رواه عنه أبو ابن أبي الدنيا وأبو نعيم أنه قال: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل. اجعل اهتمامك في القبول، هل يتقبل منك الله أم لا، أم يرد عليك. كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل، فإنه لن يقبل عمل إلا مع التقوى. المناط، مناط القبول هو التقوى، فإنه لن يقبل عمل إلا مع التقوى. قال: وكيف يقل عمل يتقبل، كيف يكون قليلا والله يضاعف، كيف يقل عمل يتقبل. ولأن القبول والتوفيق وحصول الثواب مقرور بالتقوى، إخواني وأخواتي، فإن سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم أجمعين وجعلنا خير خلف لهم تعلقت آمالهم بشهر الصيام ليأخذوا من متجره سلعة التقوى وليشحنوا نفوسهم بها
حتى يعطوا هذه المكاسب العظيمة بحقها وتحقيقها، وكانوا يتواصون بها فيما بينهم، كل يوصي أخاه وصاحبه وجاره بالتقوى. في ذلك أخرج أبو نعيم عن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه أنه كتب إلى رجل من أصحابه يقول له: أوصيك بتقوى الله الذي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. ما أكثر أن نتكلم ونتحدث عن التقوى، لكن أن نراقب قلوبنا وننظر في تقوانا فيما بيننا وبين الله هذا قليل. والسعيد من فعل ذلك، أسأل الله تعالى أن يرزقنا ذلك العلم، اللهم آمين يا رب العالمين. فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. وها نحن إخواني وأخواتي، ها نحن قد من الله تعالى علينا بأن بلغنا شهر رمضان، والحمد لله رب العالمين، وأتاح لنا فرصة الصيام. أنت في رمضان، أنت في شهر التقوى، من الله عليك بإدراكه، فلنرتع في مراتعه من صيام وقيام وعمارة للمساجد بالاعتكاف وذكر الله والصدقة، لنكتسب من سوقه سلعة التقوى، ولنفوز بكل هذه المرابح التي هي موصوفة للمتقين في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفقنا الله تعالى وإياكم إلى صيام رمضان خير الصيام، وإلى قيامه خير قيام، وجعلنا ممن غنموا تقواه، اللهم آمين. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.